القتل والتعذيب والسلب والنهب والاختطاف جرائم متواصلة في سلسلة لا تنتهي حلقاتها من الممارسات الإجرامية للميليشيات الإرهابية في صنعاء الحبيبة ومناطق سيطرة الكهنوت. طفح الكيل وبلغ حدا لا يوصف ولا يطاق، ففي كل لحظة تمر على المواطنين في المناطق المحتلة ترتكب الميليشيا الحوثية جريمة جديدة وبأسلوب جديد من التنكيل والسحل والتعذيب المتواصل، وكأن الناس في سجون لا نهاية لها وفي واقع مرير من العذاب اللامتناهي. فقد تعبت الأبدان وهلكت النفوس، لا تتوقف جرائم ميليشيا الحوثي خصوصا بحق الأطفال والنساء. فقد كشف تقرير حقوقي حديث عن ارتكاب الميليشيا الحوثية أكثر من 1893 واقعة اختطاف وتعذيب واغتصاب ضد النساء منذ ديسمبر من العام 2017 وحتى أكتوبر الماضي، بينهن قاصرات. وأكد إن من بين المعتقلات قاصرات وضعن في سجون المباحث الجنائية التي تسيطر عليها الميليشيات الحوثية، إضافة إلى سجون الأمن والمخابرات. كما كشف تحالف النساء من أجل السلام في اليمن أنه رصد اختطاف 504 نساء في السجن المركزي بصنعاء، و204 فتيات قاصرات بين السن 12 و18 عاما، و283 حالة إخفاء قسري في سجون سرية حوثية، وصدور 193 حكما غير قانوني باتهام التجسس والخيانة أهلي في العاصمة صنعاء ومن حولها. ارتفاع وتيرة الجرائم التي ترتكبها الميليشيات الحوثية الإرهابية موضوع حلقة هذا الأسبوع من برنامج أين صنعاء، وناقشه مع ضيوفي بعد استعراض أهم ما جاء في منصات التواصل الاجتماعي. نتابع. تغريدة العميد صادق دويد عن انتفاضة الشعب الإيراني في وجه الملال، بينما أدواته الرخيصة في صنعاء ما زالت ترفع شعارات الخمينية وتحاول أن تكبت إرادة الشعب اليمني. ويقول فيها هنا العميد صادق دويد: في الوقت الذي يثور فيه الشعب الإيراني العظيم على نظام الخرافة بعد أن عايش زيف الشعارات وسوء إدارة البلد ونهب موارده وتبديدها وعانى كبت الحريات وتكبيل المرأة والحياة الخاصة للناس، نرى الذيل الحوثي عاكفا على ذات درب الملال دون أي اعتبار للدستور أو القوانين والعادات أيضا في الشعب اليمني. إلى صادق شلي. وتغريدة هنا أيضا عن اللقاء الذي جمع العميد الركن طارق محمد عبد الله صالح عضو مجلس القيادة الرئاسي رئيس المكتب السياسي للمقاومة الوطنية برؤساء الجامعات الحكومية. ويقول فيها هنا صادق شلي: العميد طارق صالح عضو مجلس القيادة الرئاسي يؤكد خلال لقائه عددا من رؤساء الجامعات أهمية الارتقاء بالتعليم العالي لمجابهة سياسة تجريف الهوية التي تمارسها ميليشيات الحوثية. وطبعا التجريف الهوية معروف الآن في الجامعات الحكومية والأهلية والمدارس الحكومية والأهلية والخاصة على أيدي ميليشيات الحوثية التي نهبت حتى المساجد ودور العبادة وكل مرافق الحياة ومنشآت الحياة، ونهبت الإنسان أيضا إلى محارق الموت التي تدفع بهم إليها في أكثر من جبهة. إلى فيصل الشبيب وتغريدة هنا بخصوص الجريمة الحوثية الجديدة المتعلقة بمنع أساتذة الجامعات ودكاترة الجامعات من التدريس في الجامعات الأهلية بعد أن قطعت رواتبهم في الجامعات الحكومية وتمنعهم من أن يكسبوا قوت يومهم وقوت أطفالهم في الجامعات الحكومية الجامعات الأهلية. وهنا طبعا يؤكد فيها فيصل الشبيبي على أنه أكثر من 6 سنوات وهم يعني دكاترة الجامعات وهم بدون رواتب مرتبات، وعندما بحثوا لهم عن بدائل توفر لهم ولأهاليهم لقمة عيش كريمة خرج عليهم أعداء الحياة في محاولة لقطع أرزاقهم وتهديدهم وهم قادرون على دفع مرتباتهم، يعني مرتبات أساتذة الجامعة ومرتبات جميع موظفي الدولة المدنيين والعسكريين. إلى محمد الكميم: طبعا منهج الصف الثالث الابتدائي للغة العربية في مناطق سيطرة الحوثية والذي يطبع، وقلناها أكثر من مرة، والذي يطبع على حساب منظمة اليونيسف
والتي تأخذ أموال من هنا ومن هناك وتطبع مناهج لميليشيات الحوثية، وكل هذه المناهج طائفية، لأنه تم استبدال المنهج اليمني، منهج التعليم اليمني للتعليم الأساسي والثانوي والجامعي والمهني وغيره بمناهج طائفية. وهذا التقرير لمحمد عبد الله الكوميم، ويضمنها بصورة المنهج أيضا الصف الثالث، وعلى الصورة صندوق يحث الطلاب على التبرع للجبهات الطائفية والعنصرية ومحارق الموت التي دمرت بها الحوثية الشعب اليمني وحياة الأطفال. إلى سمير اليوسفي، وهو بالمناسبة مدير أو رئيس المركز الإعلامي للمقاومة الوطنية في الساحل الغربي، ويكتب هنا تغريدة مهمة أيضا في سياق أنه المجتمع الدولي بدأ يتنبه للجرائم الحوثية ويتنبه بأنه ويدرك بأنه بالفعل شعاراتها كلها بلها. يقول هنا الأستاذ سمير اليوسفي: اتفاق الرؤية الأمريكية الروسية الفرنسية على كون الحوثيين معول هدم للدولة وللنسيج المجتمعي في اليمن يعكس القناعة الجديدة للمجتمع الدولي عن تلاشي فرص الحل السلمي أمام بوابات الحوثي المقصدة، واليقين باندفاعه صوب أعمال عدائية قد تعني انتحار، طبعا انتحار الكهنوت الحوثي، وإن غدا لنظره قريب بحول الله تعالى بأن هذا الكابوس اللي هو على الشعب اليمني متمثلا بعبد الملك الحوثي وزبانيته أدوات إيران سينزح قريبا. نبيل الصوفي، وعن جريمة الحوثية التي ارتكبت مؤخرا في باجل، قتلوا 2 وجرحوا 3 جماعات حوثية مدعومة من قيادة حوثية لنهب الأراضي في باجل، وهذه تغريدة نبيل الصوفي. تواصلا لهذه الجريمة طبعا النكرة اللي بالفعل هزت المشاعر الناس كلهم في الحديدة، شخص جاء بعصا يدافع عن أرضه وحقه ومصدر رزقه وبيده عصا، الجماعة المدعومة حوثيا طبعا أطلقوا عليها النار، قتلوه وقتلوا شخص آخر وجرحوا 3 في أرضهم، وهذه طبعا مثل الجريمة التي حصلت في بيت الفقيه وقبلها في وادي مور، وما أكثرها الجرائم الحوثية في مناطق أيضا صنعاء وعمران وغيرها. شاهدوا هذا الفيديو. احنا كنا وقت في حقنا، في حقنا مسلحين، مسلحين يشتري السلاح. انا شوف السلاح، شوف شوف السلاح، مسلحين مسلحين، شوف السلاح، شوف يشتري قتل. احنا في حقنا في ارضنا، يمين لا تقرب لو قحب راسك، حتى انا تشتوا تقتلوحنا. قلتوا بيننا وبينكم محكمة، روح المحكمة وقف الشيء حبار، وقف الحبار، اقتل 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 اقتل، انت رجال اقتل. احنا ولا معنا غير هذا العصا، ولا معنا غير الا. فيديو آخر من نفس المنطقة تقريبا من الحديدة: تعسف حوثي وجريمة حوثية لقطع التيار الكهربائي على المواطنين، حتى المواطن اليوم يدفع قيمة التيار الكهربائي للجانب التجاري، يجي الحوثي يقطع التيار الكهربائي من الشارع. هناك فيديوهات كثيرة حقيقة خلال الأيام الماضية من الحديدة، حملات كبيرة تهجم بها ميليشيا الحوثية على المواطنين، شاهدوا هذا الفيديو. اهلا وسهلا بكم، عدنا من جديد. شاهدت الفيديو طبعا هذا من منطقة الحديدة غليل، منطقة غليل في الحديدة، عشرات السيارات يهجموا على هذه المنطقة ويقطعوا التيار الكهربائي على المواطنين. هناك فيديوهات كثيرة حقيقة، ومن ضمنها مواطن يقول أنا لن تقطعوا التيار الكهربائي في بيتي، ونتمنى أن الصحوة هذه تكون طبعا إذا خرجوا الناس كلهم رافضين لهذا يعني التدمير والتعسف والترهيب الحوثي، أعتقد أنه ستكسر هذه الميليشيات، لأنه ليست القدرة الحوثية مجرد لصوص قتلة سفاحين عنصريين فاسدين،
وحينما يواجه رفضا شعبيا متناميا وتكاتف وتضامن بين المواطنين سيكسر هذا الإرهاب وستقطع يد هذا الإرهاب الحوثي. تعالوا إلى نقطة مهمة طبعا، اللقاء الذي أجرته صحيفة الشرق الأوسط مع السفير الفرنسي لدى اليمن جان ماري صفا كان مهم للغاية، ومن ويعكس حقيقة تنامي المواقف الدولية التي صارت تعرف من هي الحوثية تماما. يعني المظلومية اللي كان يتدثر بها عبد الملك الحوثي ويقول من عام 2004 على أنه مظلوم وهو القاتل وهو السفاح وهو قاطع الطريق وهو ناهب الإيرادات وهو اللي غلق المدارس وهو اللي فجر المدارس وهو اللي فجر المستشفيات، لم تعد هذه الأسطوانة مقبولة أبدا عند المجتمع الدولي. الآن عرفت ميليشيا الحوثية على حقيقتها. يقول السفير الفرنسي في صحيفة الشرق الأوسط، وهذا الكلام لا بد على أنه الشعب اليمني والحقوقيين والإعلاميين والنخب السياسية يتناوله بمحمل الجد، ونبني عليه مواقف ونبني على تحرك على كافة المستويات. مما قاله السفير الفرنسي، قال العالم بدأ يفتح عينيه على طبيعة حركة الحوثيين وأنها الجماعة، يعني الحوثية الجماعة التي تقوم بتدمير المجتمع اليمني من الداخل. هذا كلام السفير الفرنسي مش كلامنا. طبعا احنا قد تعبنا واحنا نقول هذا الكلام الشعب اليمني كله، لكن الآن المجتمع الدولي استوعب الفيلم حقيقة. ويقول محذرا من أن الأسطوانة الحوثية التي تحاول لعب دور المظلومية أمام المجتمع الدولي لم تعد كافية ولا تقنع أحدا. الشعب اليمني اليوم العالم بدأ يستوعب هذا الإرهاب، ونحن يجب علينا أن نكون أكثر جدية وأكثر حزم وأكثر مسؤولية في الدفاع عن أنفسنا، ولا ننتظر أحد يجي يحررنا. تحرير اليمن على أيدي أبنائه، تحرير اليمن على أيدي البنادق أبنائه، وعلى أيدي الحقوقيين وأيدي الكتاب والمشايخ والقبائل، وإلى هنا ويكفي. يكفي إرسال الشباب مع ميليشيا الحوثية. الشاب الذي يذهب مع ميليشيا الحوثية هو يقتلك ويقتل نفسه ويقتل مستقبله ويقتل بلده ويقتل مجتمعه. ولذلك القبائل خلاص، المشايخ خلاص، الشعب اليمني خلاص، المقاتلين جاه الله والنبي عليكم، الشباب المستغفلين من المدارس اللي يأخذهم من المدارس ويأخذهم من الأسواق ويأخذهم حتى من الأندية، ونعرف ما الذي يقوم به مكتب الشباب والرياضة في صنعاء وبقية المحافظات. أنا معي تقرير عن هذا الموضوع، يروحوا يخدعوا الطلاب وكمال الأجسام واللي يلعبوا كرة قدم ومختلف الألعاب الرياضية، ويقولوا على أنهم بيوظفوهم ويسيروا بالزوم يعملوا دورة ثقافية وغسل المخ وعلى الجبهات ويرجعوا بعدها في الصناديق. احذروا. موكب البعثة الأممية في الحديدة، والأمر المؤسف حقيقة في هذا الموضوع في منطقة 7 يوليو في الحديدة، البعثة الأممية يعني رئيس البعثة الأممية بجلالة قدره يتعرض لانفجار لغم مضخم، يعني حقل ألغام زرعته ميليشيا الحوثية في منطقة 7 يوليو. طبعا قتلت قيادة حوثية وعناصر حوثية كثيرة جدا، العسكر حتى اللي كانوا مرافقين لرئيس البعثة الأممية منهم طبعا يمنيين قتلوا في المكان هذا على بسبب الألغام الحوثية. التقارير الأممية تقول والتقارير المحلية تقول إنه أكثر من 2,500,000 لغمة زرعتها ميليشيا الحوثية، وأنا على المستوى الشخصي من خلال المتابعة الرقم هو أكثر، لأنه حولوا معامل كثيرة جدا الآن لصناعة الألغام لقتل الشعب اليمني. شوفوا يعني نرجع كم قتلى في الساحل الغربي على ايدي بسبب الالغام، وفي تعز وفي مأرب وفي البيضاء وفي الجوف وفي حجه وفي كل منطقه الغام. ما يعيب حقيقه الامم المتحده ما تكلمتش، ما تقول حقل الغام يشتي يقتل كان يعني رئيس البعثه الامميه، ولا حد يتكلم. اذا صدرت تقارير احيانا من الامم المتحده تكون خجوله ولا تصريحات خجوله، ما يسموش الأشياء بمسمياتها. عبد الملك الحوثي وجماعته قتله، عبد الملك الحوثي وجماعته هم الوحيدين في الكرة الأرضية من يزرعوا اليوم الألغام. وسمعنا قبل أيام تقرير أيضا من منظمة خارجية يقول على أنه الجماعة الأكثر خطورة في العالم وإرهابا والأكثر زراعة للألغام هي جماعة من؟ جماعة عبد الملك الحوثي، الجماعة الحوثية أدوات إيران. اليوم الألغام دمرت اليمن ووصلت إلى الأمم المتحدة، والأمم المتحدة مفروض أنه كان في إدانة، ومفروض أنه تدعي يعني اجتماع دولي يا جماعة ينقذوا الشعب اليمني من ألغام الحوثي، ألغام فردية وألغام مدرعات وألغام فكرية أيضا.
بحق المساجد وأئمة المساجد 109 إمام وخطيب مسجد قتلتهم ميليشيات الحوثيين. 109 بس. 360 من المصلين قتلوا على أيدي ميليشيات الحوثية وقتلوا في بيوت الله، بيوت الله التي يذكر فيها اسم الله ويعبد الله سبحانه وتعالى، واللي عبد الملك الحوثي يجلس يقرأ لهم ملازم ويقول على أنه هو ممثل الله في الأرض وابن النبي، وعلى أنه يعني مصحح زمانه، وعلى أنه يدافع عن يعني الدين ويدافع عن المقدسات وشعارات من هذا الكلام، وتقتل يا عبد الملك الحوثي 109 إمام وخطيب جامع، أي إجرام؟ وتقتل 360 مصلي في الجامع، أي إجرام؟ أحدهم في شهارة في حجة أوقف جامع، بنى الجامع وأوقف الجامع من حر ماله، وأوقفه على إمام وعلى مؤذن. وللعلم وأنا لا أريد أن أقول هذا الكلام، الإمام زيدي قالوا يعني يتبع المذهب الزيدي والمؤذن يتبع المذهب الزيدي، لكنهم ليسوا من العترة. العترة اليوم جاءت منعت الإمام من اعتلاء المنبر، ومنعت الخطيب من اعتلاء المنبر، ومنعت الخطيب، ومنعت المصلين، ومنعت المؤذن، واستولت على الجامع، منعت النساء من أداء الصلاة في الجامع، ومنعت أيضا دروس القرآن الكريم في الجامع. هذه جريمة جديدة طبعا، يعني احتل المسجد وانقلب على حق الوقف. هذا وقف يعني رجل أوقف شيء يجب أنه ينفذ هذا الوقف، لا يقبل ولا لا يقبل نقاش ولا كلام. إذن هذا نموذج للدين اللي يدعيه عبد الملك الحوثي واللي تدعيه جماعة الحوثي، نموذج هذا الملازم اللي بيعلموا بها الأطفال والشباب، والمشروع اللي بيكرسوه اليوم، مشروع يكرسوه في الجامعة وفي المدرسة وفي الجامعة وفي السوق وفي كل مكان، هذا هو المشروع، مشروع الدين ومشروع الإمامة وخرافة الولاية اللي دائما نقول الحذر ثم الحذر ومواجهة هذا السرطان، فلنواجهه بحزم وجدية وإرادة. نبقى الآن مع تقرير، بعد ذلك نواصل بقية فقرات هذه الحلقة، أرجوكم ابقوا معنا لا تذهبوا بعيدا. مع غروب شمس كل يوم على أراضي اليمن تكون الحوثية الإرهابية أنهت جرما كبيرا في حق مديرية أو قبيلة أو مواطن بسيط لا يجد قوت يومه، وازدادت حدة جرائمهم وتحولت الميليشيات إلى عصابات تسلب أراضي المواطنين بالقوة وتحت تهديد السلاح. ومن لا يرضخ يتم إطلاق النيران عليه كما حدث في مديرية باجل بمحافظة الحديدة غربي البلاد، وكما حدث في باجل يحدث أيضا في مديرية بني مطر أكبر مديريات محافظة صنعاء وفي جميع مناطق سيطرتهم. في أحداث ليست الأولى ولن تكون الأخيرة يقابلها استهجان ورفض شعبي كبير ينذر بغضب شعبي جارف، خاصة وأن الجماعة الإرهابية صعدت من تصرفاتها الحمقاء واعتقلت العشرات من أبناء قبائل مديرية بني مطر على خلفية رفضهم لسلب ونهب أراضيهم، ليكون القتل البطيء بالاعتقال بدلا من القتل السريع بالرصاص. عملية تجريف لممتلكات المواطنين وتغيير لخريطة اليمن وملاكها الأصليين تتزامن مع عملية تجريف للعقول بالقضاء على العملية التعليمية واستبدالها بالنهج الملالي. فبعد سنوات من قطع رواتب المدرسين وأساتذة الجامعات والدكاترة والعمداء، تصدر الحوثية قرارا بمنعهم من العمل في الجامعات الأهلية وتقطع أمامهم جميع سبل العيش وتجعلهم ما بين طريد قتيل أثناء هروبه أو حبيسا بين جدران منزله، لتأخذ الحوثية اليمن وشعبه إلى عصور ظلامية يكون فيها المواطن قتيلا دون ذنب في الدفاع عن أرضه وعرضه، أو مبدورا بالرصاص لرفضه جباية أو وصاية لا تخرج إلا من أعداء الحياة. أهلا وسهلا بكم عدنا من جديد في هذه الحلقة والتي
نتحدث في هذه الفقرة تحديدا عن الجرائم الحوثية وما أكثرها، وهذا الموضوع في الواقع أنه بحاجة إلى تسليط الضوء عليه أكثر وإيجاد عملية تفاعلية حقيقية ما بين الحقوقيين والإعلاميين والصحفيين والسياسيين والضحايا وأسر الضحايا أيضا اللي هم بيعانوا على أيدي ميليشيات الحوثية. تقارير مرعبة ومهولة تتحدث عن الجرائم الحوثية في هذه الحلقة والفقرة تحديدا. رحبوا معي بالأستاذ نزار الخالد وهو كاتب صحفي أيضا، أهلا وسهلا بك. محلل سياسي، أهلا وسهلا. متشرف من الرياض الأستاذ هزاع البيت وهو كاتب صحفي أيضا واستقصائي في الواقع ولديه الكثير في جعبته يعني بتنويرنا في حول هذه القضايا تحديدا. واسمحوا لي أبدأ مع الأستاذ هزاع البيل. البيانات كثيرة يا أستاذ هزاع، والأفعال في الميدان على أرض الميدان لكبح جماح ميليشيا الحوثية تبدو غائبة. تفضل. مساء الخير أخي عبد الكريم، مساء الخير على ضيفك الكريم وعلى المشاهدين الأعزاء. لدينا آلاف التقارير، بل مئات الآلاف، يعني لا تكفي حاويات اليوم للتقارير انتهاكات الحوثي وجرائمها في اليمن ومناطق والمناطق التي تحت سيطرتها. هذه الميليشيات الإرهابية بتصنيف اليمنيين وبعض الدول والإقليمية والعالم الآن أصبح يعرف ويعلم أن هذه الميليشيات هي ميليشيا إجرامية. تصاريح السفراء، تصاريح المبعوثين الأمميين إلى اليمن تؤكد ذلك. لدينا حالات جميع أنواع الجرائم البشعة تجدها تحت سلطة ميليشيات الحوثي، من القتل والتعذيب والإرهاب والاختطاف والاغتصاب وانتهاك الحرمات وتفجير المساجد وتلغيم البيوت واستهداف المنشآت الحيوية، استهداف المساجد، استهداف دور العبادة. لم تبقى لهذه الميليشيات في رصيدها أي نقطة بيضاء. هذه صفحة سوداء في تاريخ اليمنيين. ميليشيات الإجرام اليوم انتهكت وتنتهك ولا زالت حتى هذه اللحظة وفي هذه الأثناء التي نتكلم فيها جرائمهم الآن في تهامة تعد ولا لا تعد ولا تحصى. نهب الأراضي، اعتقال المواطنين، وصلت إلى يعني قتلهم وتهديدهم وحرقهم كذلك، للاستيلاء على أراضيهم الخاصة التي ورثوها أبا عن جد. لدينا اليوم ميليشيا إجرامية يتغاضى العالم عنها ويغض الطرف بشكل كبير. لا نعلم هل الإنسانية انتهت في اليمن أو أن الإنسان اليمني لا يسمى إنسان في نظر العالم. الحماية التي تقدم للحوثيين، إجرامهم الدائم لا، ووقوف العالم ضد تصنيفهم وخاصة الدول الكبرى ضد تصنيف ميليشيا الحوثي جماعة إرهابية، أعطى الضوء الأخضر اليمنيين للتخلص من هذه الآفة التي أصابتهم واقتلاع هذا السرطان الخبيث الذي دخل في الجسد اليمني. لا نعلم لماذا حتى اليوم 8 سنوات نحن اليوم. اسمح لي أستاذ هزاع، أستاذ هزاع اسمح لي، أنت طرحت سؤال مهم، وإحنا نتحدث الآن عن جرائم ميليشيات الحوثية، جرائم بشعة، وأقرأ تقارير حقيقة لو ما يسني بشعر رأسي. لا وادم من جاءوا وإحنا شدارين الحوثيين، يقول لك هو يمني، يمنيته هذه والله ما عاد شفنا لها إلا الشر والقتل والجرائم. أستاذ نزار، الأستاذ هزاع طرح نقطة مهمة، قال العالم ما دريناش ليش العالم يقف ضد تصنيف ميليشيات الحوثية إرهابية، وهو يقصد طبعا الولايات المتحدة الأمريكية تقريبا وبعض الدول الفاعلة هم ضمنها بريطانيا. ليش؟ ما هو السر؟ ما هو المكسب أساسا من ميليشيات الحوثية يعني أمام هذه الجرائم وتصنيفها كجماعة إرهابية هو أقل إنصاف للقتلى؟ أولا أرحب بك وبضيفك الكريم من الرياض والمشاهدين. علينا أولا أن نصنف جماعة الحوثي كجماعة تابعة للحرس الثوري الإيراني. الشعب اليمني، وتوضيح كمان للأخ من الرياض، الشعب اليمني لا يواجه ميليشيات الحوثي ولكن يواجه إيران بأدواتها وبإمكانياتها وكذلك بعلاقات إيران الدولية. هذه أولا. أما فيما يخص أنه هناك تغاضي من المجتمع الدولي، فعلا هناك تغاضي كبير من المجتمع الدولي، والعالم لا يرى غير مصالحه، وكل دولة بحسب مصالحها مع المحور الروسي. الإيرانيين ظلوا خلال السنوات الماضية يفاوضوا على بالملف اليمني فيما يخص الملف النووي الإيراني. وعندما يتجمد المفاوضات في الملف الإيراني يكون هناك كثير من الهجمات وكثير من أعمال العنف والتخريب الحوثية من الحوثيين. إذن المحرك إيران. نعم.
وعندما هناك يكون مفاوضات للملف الإيراني نلاحظ على أن الحوثيين يعملوا تهدئة في جميع الجبهات. إحنا نواجه إيران وعلى بالذات المملكة العربية السعودية وهي شقيقة، وكذلك الإمارات وحتى قطر في مرمى إيران، وحتى أن تحالفت معهم لفترة معينة دولة قطر، فعليها الإدراك على أن هؤلاء لا ذمة لهم ولا عهد لهم على الإطلاق، مهما القطريين ربما في معهم مع تحالف يعني نوعي مع الحوثيين، إلا أنه من خلال خبرتنا وتعاوننا مع الحوثيين من 2003 على أنهم لم يلتزموا بأي اتفاق، وكل اتفاق يبرموا مجرد ما يأخذوا مصالحهم ينقضوا بحسب التحالف. ما قصرش يا أستاذ نزار في الواقع، التحالف ما قصرش بقيادة السعودية والإمارات، لم يقصر على الإطلاق بالمؤكد، ودفعوا عن مأرب، تحرر الساحل الغربي. أنا التحالف قد يكون في مشكلة عندنا يا أستاذ نزار ولا لا؟ بالضبط، شوف بالنسبة للتحالف أعطى كل الإمكانيات، يعني لم يدخر شيئا وأعطى كل الإمكانيات سواء كانت سياسية أو مادية، ولكن التحالف قدم يعني دعم سخي وليس دعم عادي سواء سياسي أو مادي، لكن المشكلة هو في قضية المشكلة فينا بالضبط. اسمح لي أستاذ نزار أذهب إلى الأستاذ هزاع. يا أستاذ هزاع، أنت من المتابعين الحصيفين حقيقة للملف الانتهاكات والجرائم الحوثية، ما الذي يلفت نظرك في مسألة استهداف المرأة بشكل بشع جدا سيما من بعد ديسمبر في العام 2017؟ لماذا المرأة تستهدف بهذا الشكل الغير مسبوق على الأقل نقولها حقيقة في العصر الحديث؟ لأنه عهد الأئمة هو معروف، يعني المتوكل إسماعيل وعبد الله بن الحمزة وشرف الدين والمنصور كانوا يجرموا بحق المرأة اليمنية، لكن في العهد يعني قل 150 سنة مثلا أو 100 سنة استهدف بشع من الحوثي المرأة، لماذا؟ اولا اخي الكريم، الميليشيا الحوثيه هذه انسلخت من عادات وتقاليد وعرف اليمنيين. اليمنيين دائما بجميع طوائفهم بامتداد اليمن من المهره حتى صعده يروا في المراه شيء مقدس، وكان مقدس، واكثر من يقدسها هم اليمنيون، ويعتبروها من الجرائم والحرمات الكبرى التي لا تمس ولا يداس لها طرف. جميع اليمنيين يؤمنون بهذا الشيء إلا هذه الميليشيات. لدى هذه الميليشيات ترى أن كل يمني موجود على الأرض، رجل، أنثى، طفل، كهل، كائن من كان، هو عدو لها، لا تفرق بين أحد أبدا. عودوا إلى تقارير المنظمات الدولية، إلى تقارير منظمة العفو الدولية، إلى تقارير لعدة منظمات تتحدث عن ما يحدث لليمنيات في سجون الحوثيين، من يعني فاق الوصف، يعني كان متعارف عليه في ظل وجود الدولة السابقة أن المرأة حتى في يطالها القانون اليمني، لكن يطالها وهي معززة مكرمة، تتخذ ضدها الإجراءات القانونية في حال أخفقت أو دخلت في مشادات أو انتهكت أي جريمة قانونية، وتعامل كقديسة ولو هي منتهكة القانون، لأن اليمنيين نحن نقدس المرأة بشكل عام. أتى هؤلاء الميليشيات وكونوا أجنحة مستنسخة فكريا وهويا من الجيش الثوري الإيراني، جناح النساء التي ما يطلق عليها بين قوسين الزينبيات، واستحدثوا هذا الجناح لإداقة المرأة اليمنية الويل. لا يراعوا في المرأة اليمنية، يعني من التوجيهات التي تعطى لهذا الزينبيات أن لا تبقوا بيت، لا يعني تحترم أحد، يعلمنا القنص، يعلمنا الضرب العصية الكهربائية، عديد من النساء أصابتنا هنا الحول، في نساء رصدت يعني لهن أنه واحد من النساء التي تم كهربتها في عينها وهي موجودة في تعز من قبل هؤلاء الزينبيات. ميليشيات الحوثية اليوم انتهكت القبيلة، فيعني فدمرت القبيلة ولم تجي لها عرف، وأتت إلى أصل القبيلة ومنبعها وتراثها، يعني والشيء المصول لها وهي المرأة، لتقول اليمنيين كسرنا كل شيء فيكم ولن نبقي فيكم أي شيء. هم يستغلوا فينا بشكل عام. برأيك يا أستاذ هزاع؟ القصد أنهم يستغلوا فينا بشكل عام. القصد هو إذلال وإهانة الناس وكسر الإرادة عندهم على أساس لا يثوروا أو لا يخرجوا في حال ما يجي يدنس عرض المرأة ويهين المرأة ويختطف المرأة بهذا الشكل. وهناك تقارير تقول حتى إلى درجة أنه هناك اغتصابات لقاصرات
في سجن البحث الجنائي وفي السجن المركزي وفي سجون سرية للمرأة اليمنية على أيدي الميليشيات الحوثية. هل الهدف هو أنه يقتل الحمية لدى المواطن اليمني أم أنه يخرسه تماما لا يتكلم؟ أخي الكريم، لا شوف، الميليشيات الحوثية أصلا هي لا يوجد لديها رادع، لا يوجد لديها أي قيم أو أي مبدأ. حتى أحيانا لما ترجع لتفكر تقول هؤلاء الميليشيات من أين أتوا، من أين نبعوا، هل كانوا عايشين معنا في اليمن، هل تعايشوا في العرف القبلي، في القانون، في الدولة، في العشائر، في القبائل اليمنية وعرفوا قدر المرأة؟ تستغرب كيف نبعوا من الوسط اليمني هؤلاء واستباحوا كل هذه الجرائم الآن التي يرتكبوها. يعني سجون البحث الجنائي، سجون السجن المركزي الآن في عدة محافظات، في إب، في البيضاء، في رداع، في المحويت، في الحديدة، تمتلئ بالنساء. يا أخي اليوم أكبر يعني زوجة مشرف أو زوجة مثلا قيادي حوثي تزاعلت هي ويمنية لم تعجبها القول، أو يعني وقفت بوجهها وقالت لا أنتم ميليشيات، أو لم تعجبها على أي شيء كائن من كان، ذهبت تتبلغ عنها بلاغات ويأتوا في نصاف الليالي ليقتحموا البيت ويخرجوا هذه المرأة من داخل بيتها نكاية أو وشاية من مشاية تافهة ولا وجود لأي شيء. يعني نحن اليمنيين نعرف أنفسنا بعض، المرأة اليمنية لا تتطاول على الدولة في أيامها، فما بالك أيام الجمعة الحاصل الآن، ما يحدث للنساء داخل مناطق سيطرة الحوثيين يعني يراد به بالشكل الأساسي كسر حمية اليمنيين أو إماتة أو يعني بصريح العبارة تدمير أي نخوة فيهم ليكونوا أدلة أكثر من ما هم يريدوا أن يفعلوا فيهم. لكنهم هم يتناسوا أن الشعب اليمني إلا المرأة وسترون في الأيام القادمة أنها ستكون نواة لثورة قادمة. اسمح لي يا أستاذ هزة، نعم المرأة بالفعل ستكون نواة لثورة قادمة، وهو طرق نقطة بغاية الأهمية. كنت أسألك يا أستاذ نزار على أنه هل ممكن تتحول عملية قمع المرأة وتدنيس عرضها بهذا الشكل إلى ثورة قادمة وتحرك غيرة اليمن؟ بالتأكيد، هو لما بدأوا بعد انتفاضة ديسمبر 2017 وبدأوا بعمل العنف والانتهاكات ضد المرأة، وكانوا يقوم بها ميليشيات الحوثي، وكثير من القبائل ثارت حول الموضوع هذا واستهجنت، فالخبراء الإيرانيين ارتأوا موضوع تشكيل الزينبيات حتى لا يثيروا القبائل اليمنية بشكل كبير. ولاحظنا الآن ما يحدث في إيران، ما يحدث في إيران هو لا يقل ما يحدث الآن في اليمن، في عملية انتهاك ضد المرأة، في عملية بس الإعلام هناك أقوى في إيران؟ الجرائم تظهر أقوى أكثر مما تظهر عندنا في اليمن؟ لا، هناك جرائم كثيرة جدا بس تظهر، هي تظهر لم تظهر في إيران إلا 5% من الجرائم الذي يمارسها الحرس الثوري الإيراني. إحنا أمام ميليشيات عقائدية، أمام ميليشيات عقائدية. الكيبل واحد الذي مع ميليشيات، لأنه في صنعاء لديهم ما يسمى المكتب الجهادي. المكتب الجهادي هو مكون من إيرانيين ومن حزب الله، والممثل الوحيد بينهم هو عبد الملك الحوثي، والباقي المكتب الجهادي بالكامل من حزب الله وإيرانيين. وإذا في يمنيين هم دارسين هناك؟ لا، ما في يمنيين في المكتب الجهادي. المكتب الجهادي هذا يسيطر عليه سيطرة كاملة من الاستخبارات الإيرانية وأعضاء من حزب الله، وعبد الملك الحوثي الوحيد اليمني الموجود بينهم. البقية يعني تحت المكتب الجهادي، عبارة عن موظفين يشتغلوا في إطار التوجيهات. البقية اللي هم حوثيين، اللي هم محسودين على الذي الذي الأدوات اللي في اليمن، الأدوات اللي في اليمن التابعة للحرس الثوري الإيراني. علينا إدراك على أنه في 2008 تم من جهاز الأمن القومي رصد 500 فرد تدريب في حزب الله، كان يذهبوا إلى إيران ومن إيران إلى سوريا ويعطوا بطايق ومن سوريا إلى إيران. المهم نرجع لموضوع المرأة اليمنية. المرأة اليمنية انتهك ضدها بشكل سافر، واليوم في لندن هناك إطلاق كتاب سيتم في مؤتمر دولي حول العنف ضد المرأة والطفل، وسيطلق اليوم، يعني في رصد لجميع الانتهاكات ضد المرأة، وإن كان أي رصد لن يكون دقيق بحكم أن الميليشيات الحوثية
تعمل بقدر ما تستطيع على إخفاء كثير من الحقائق. مثلا ظهرت خلال الثلاثة الأيام والأربعة الأيام الأخيرة هذه حقائق جديدة، وهي أن مشرفين الحوثة يستغلوا ضعف الفقر لدى كثير من المطلقات أو الأرامل، ويقوموا بزواج المتعة والاتفاق معها، يعني أنه إذا درت زوجتها الأولى يقوم بتطليقها، وهذا يعني قمة في القباحة الإنسانية. يقال أن هناك أكثر من 5000 حالة الآن، بل يفوق، بل يفوق 5000 حالة مرأة يعني ممن تقطعت بها السبل في الأسر جوعا، ويتم استغلالها في جانب خطير جدا لدى الحوثيين. أنا حصلت على هذه المعلومة قبل فترة، ربما إذا كان عندك معلومة. نشرت اليوم بالمنتصف، لكن فيما اليوم نشرت في المنتصف، في المنتصف نشر اليوم في المنتصف فيما يقوم فيه من أولا الترويج زواج المتعة في الحوبان، وفي صنعاء، وهناك قصص، وفي صنعاء هناك حالتين. أولا استخدام القاصرات كما ذكرت، وهو لزواج مشروط أنه إذا درت زوجته أو كذا يقوم بتطليقها، وهن أغلبهن البنات هؤلاء في سن 14 وما دون ذلك، ما فيش ولا واحدة ربما من الذي تم رصدها من خلال المنتصف على أنها بالغة عاقلة من السن. واستغلال موضوع الأرامل والمطلقات، وخصوصا الأرامل ممن أزواجهن لقوا مصرعهم أو آبائهن لقوا مصرعهن في الجبهات مع الحوثي. فجرائم الحوثي لم تحدث في التاريخ، يعني لو حتى تحدثنا عن الأئمة السابقين، لو تحدثنا عن التتار، لو تحدثنا عن المغول، لم تحدث في التاريخ جرائم بهذه القذارة وبهذه الوحشية وبهذه الدناءة على الإطلاق. وما بيحدث الآن في سجون الحوثي ضد المرأة اليمنية، وما بيحدث الآن كمان ضد المرأة في سجون الباسج الإيراني في إيران والحرس الثوري. والحرس الثوري أذهب للأستاذ هزاع، هل من تعليق أستاذ هزاع على ما قاله الأستاذ نزار في حول هذا الموضوع؟ أنا كنت عاوز أتكلم. الأستاذ نزار طرق نقاط كثيرة عن المرأة اليمنية والانتهاكات التي تحدث، ذكر أنه سيصدر هناك كتاب عن هذه الأتلاف. قبل أيام قامت مؤسسة تمكين للمرأة اليمنية في الرياض معرض مصور ومعرض خطابي عن الجرائم الانتهاكات للميليشيات الحوثية في حق المرأة اليمنية، وأوردت 100 حكاية مما تدمي القلب فيها، ويعني لمن اطلع وتابع ما يورد من قصص تشعر أن نحن لم نعد في اليمن. يعني ما يحدث الآن هذا لم يتخيلها، يعني عقولنا لا تستطيع أن تتخيل أن هذا الشيء يوجد في اليمن. هذا شيء. الشيء الآخر أخي الكريم، وأنت عبد الكريم بالذات مطلع على هذا الموضوع وشاركتني فيه كثيرا، يسعى الحوثيين دائما عند أي حديث عن المرأة اليمنية وانتهاكات ضدها بمحاولة الدخول بشكل عنيف وإخراس أي صوت. أعتقد أنا شاركت رأي الأستاذ عبد الكريم في أكثر من مساحة في تويتر، وبوجود حوثيين أنفسهم عندما تذكر قضايا الإجرام والاغتصاب والاختطاف ضد المرأة اليمنية يقفزوا لك، يعني يرجعوك إلى العرق القبلي، ويقولوا لك لا نحن يمنيين لا نتكلم عن المرأة اليمنية، عيب لا نذكرها ولا نسميها ولا نأتي على ذكرها أبدا، المرأة اليمنية مقدسة لا تذكر المن، لأنهم يعلمون أن الناس إلى عند المرأة وخط أحمر. جميع اليمنيين يعني هذا تسبب لهم انفجار نووي داخلي، أن أن تهان كرامة أي امرأة لا يستطيع اليمنيين تحمل هذا الشيء، وهم يسعون إلى إخراس في ذلك. تلقى جرائمهم ضد المرأة اليمنية دائما تواجه بالكتمان، تواجه بالتسكين، ويحاولوا على أنه ما تفح شريحة الجرائم الحوثية يعني وتستثير حمية الإنسان اليمني والحر اللي يدافع عن عرضه وكرامته وأرضه ودينه وعقيدته وهويته أمام المجرم الحوثي التابع لإيران. أو نقولها 1,000,000,000 مرة وسنقولها، وعلى الشعب اليمني أن يقاوم هذا التجريف وهذا القتل وهذا البؤس والحطام الحوثي. أشكرك جزيل الشكر الأستاذ هزاع البيل، صحفي واستقصائي ومحل سياسي، كنت ضيفا من الرياض. الشكر جزيل هو موصول للأستاذ القدير نزار الخالد وهو محلل سياسي أيضا، شكرا لك. الشكر الجزيل هو موصول لكم، أرجوكم ابقوا معنا. ضيفي من الحديدة من عروس البحر الأحمر سينقل لكم صورة جديدة أيضا، جديدة قديمة، عن جرائم الحوثية. أرجوكم لا تذهبوا بعيدا، ابقوا معنا.
اهلا وسهلا بكم، عدنا من جديد من الحديده. يشرفنا اليوم ضيف يعني المناطق التي يحتلها الارهاب الحوثي في الساحل الغربي وتهامه، فيها جرائم يندى لها جبين الانسانيه، وايضا يعني تجريف الهويه الثقافيه لهذه المنطقه لصالح اولاد الرسي وطبطبة وخرسان. رحبوا معي بالأستاذ آدم يحيى، باحث أمام المحكمة العليا، محامي أمام المحكمة العليا وباحث أيضا، ومن أهم الباحثين في الحديدة الذين لهم صولات وجولات. أهلا وسهلا بك. حياك الله أستاذ عبد الله، شرفت ونورت، ونستغل الوقت معك. إيش 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 نوعية الجرائم اللي ترتكب في في في, في الحديدة، في المناطق اللي سيطر عليها الحوثي، وبالفعل الآن بتعمل حراك مجتمعي رافض لها في لدى المواطنين؟ بداية سعيد جدا بتواجدي معكم، والحديث حول هذا الموضوع ذو شجون يعني، وبحاجة إلى مساحة واسعة جدا، ولكن احنا سنشير إلى بعض النماذج الحية، وآخرها ما حدث في قبيلة الكحرة باجل، باجل، والسطو والقتل في وضح النهار للأسف الشديد يعني جدا، في المساحة الذي اعتدوا عليها والذي يأخذوها هي ليست مساحة حديثة، قد اعتدوا قبل هذا في مديرية باجل. على سبيل المثال يعني الإخوة في عمران هم مولعين بباجل يعني، على سبيل المثال يحبوا باجل، يحبوا باجل كثير، من ضمنهم الشيخ حمود عاطف رحمه الله أخذ 1000 معاد في مديرية باجل، إلى الصليف، إلى حمرة، إلى طريق الحديدة جيزان. الحوادث الأخرى التي حدثت التي لم يسلط عليها الضوء هي كثيرة جدا يعني، آخرتها ما حدث في مور، وادي مور، في وادي مور محمد علي الحوثي، محمد علي الحوثي عندما حاول أنه يحولوا القناة المياه إلى مزارع خاصة، وخرجت قبيلة الواعظات. واقعة نهب أراضي القصرة في بيت الفقيه، في بيت الفقيه تابعة مديرية بيت الفقيه، منطقة الحسينية بيت الفقيه. أضيف إلى ذلك أن هناك تجريف لبعض المساحات الأرض المشاة للقبائل يعني في غرب بيت الفقيه، وتحت مسمى الجمعية الزراعية، وهي قبائل مشاة تابعة لناس. الحديث في هذا الموضوع متعدد، وغير أن الواقعة الأخيرة هي التي سلط عليها الضوء، واعتقد ان ان مثل هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم. من يحرك الشارع؟ يجب على ان الناس تفهم وتعي تماما، ان تدافع عن حقوقها، لا تحمل لي عصا وتحمل لي مكنس. هذا واحد واجي غازي يحمل ار بي جي، يحمل سلاح كلاشينكو، يعني بياخذ ارضك، تقول له السلام عليكم. يفترض انه مصطلح المسكنه والضعفاء ومساكين أصحاب تهامة لا، ذا الكلام مرفوض. يعني من قد سمع على أنه حصل قضايا من هذا النوع في صنعاء، في عمران، في ذمار، في أي مكان؟ لا، الحوثي هو استباح، استباح حتى الآن، بيستباح في مديرية بني مطر، في مديرية بني حشيش، في عمران، حتى في حرف سفيان نعرف، حتى في صنعاء أخذوا الأوقاف وغيره. أيوة. لكن أنا أقول لك حاجة، أن الحقد هذا التراكم الموجود من الـ الإمام إسماعيل الذي المتوكل إسماعيل الذي قال أنه يخشى الله أن يسأله عما تركوا للناس، عما تركوا للناس. أيوة. تمام، هذا حقد دفين جدا، وأعتقد ومن هذا المنبر ومن هذا المكان أطلب من الإخوة نقابة المحامين الحقوقيين، إيش دورهم؟ يجب على أنهم يدافعوا عن الناس. نقابة المحامين في الحديدة، من هذا المنبر أنا أرجو من الزملاء الإخوة المحامين في الحديدة أن يتبنوا مثل هذه القضايا. طيب، إذا كان الخصم هو الحكم كيف؟ لا لا لا، لا يمنع،
لا يمنع ان انا اقف امام المنصه واقول له انت ظالم وهذا حق الناس وهذا كذا. انا بصفتي حقوقي محامي يعني يجب ان انا اجسد المهنه هذه وان انا اقف مع الغلابه مع الناس تأخذ حقوقهم وانا واقف كمحامي منتظر. على ايش تعتمد يا استاذ ادم الحوثيه في الحديده؟ ما هي ادواتها؟ والله ادواتها يا عزيزي هو الفاقه والحاجه. الفاقه والحاجه هم تصور انت يعني كل ما هو متاح للناس كل ما هو يعني مفروض ان يحصل عليها الانسان لا كهرباء لا اشياء لا حاجات يعني اصبحوا الناس هجمت قبل ثلاث ايام على غليل قطعت التيار الكهربائي قطعت التيار الكهربائي وبهدلوا الناس. مش هكذا يعني خصخصوا الكهرباء ما باكش كهرباء حكوميه. احنا نسينا موضوع كهرباء والماء كيف الماء للمواطن الماء بالقطاره يعني تصور انت الخدمات الناس الضروريه يعني اذا كان مرتبك انت مقطوع ما يصرفش ويدي لك فاتوره ولا ينتف عليك العداد من الشارع من الشارع تمام. وبالتالي اعتمدوا على ضعفاء الناس يروضوهم يعني تعال تشتي كذا افعل كذا تشتي كذا ولا سوي كذا. موظفين مرتباتهم موقوفه حقوقهم. المختطفين في سجون الحوثي في الحديده كيف؟ والله هم كيف تقيم الوضع يعني كم هم ما هم في تعتيم على هذا الجانب ولا المنظمات الحقوقيه ما تدخلش وما عندهاش علم وفي تعتيم تماما يعني ما فيش. ضيف الى ذلك ان من ابناء الحديده الذي كانوا معتقلين وتم الافراج عنهم وتم الافراج عنهم فرضوا عليهم المنفى ممنوع يرجع الحديده ممنوع ممنوع الان. اضرب لك مثال زميلي اخي الاستاذ عدنان حجر تمام اعتقل ثم الان هو ممنوع يدخل الحديده موجود في عدن عشرات ممنوع خلاص اذا حكم عليهم النفي ممنوع نفي مثل ما كان الاحتلال الانجليزي والفرنسي ينفي الكتاب والشعراء هذه هي الى العقلية. جزر سيلان الى جزر الكاريبي هذه هي العقليه يا استاذ عبدو. ضيف الى يعني الـ الـ محمود سامي البارودي انفي من قبل الاحتلال سعد زغلول وغيره وغيره من الله. فلا اقول ان موضوع تجريف الاراضي ونهب الاراضي وبطش الاراضي يصاحبها تجريف للثقافه وللهويه في الحديده الهويه التهميه في الحديده لصالح الحوثي لصالح الامام لصالح الامامه سيبك من الحوثي هذا جزء لا يتجزا من الامام يعني هو له سلسله هي سلسله يعني بتصور انت انه بيعمل لي استديوهات يجي واحد عنده فرح يعرس معه يروح يلبسها جبة الإمام ولا جبة الإمام أيوة جبة الإمام والجنبية بالتوزة والجنبية التوزة والهذا والزيها والدجلة البيضاء ولا الخضراء والجلاب يا أبو الكم تمام. هذا يا أخي الزي حقه مكتب ومأجر وجنبية الزي التهامي أيوة والإكاوة والكوفية الخوزران ما تلبسوا الزي يعني على هذا الاساس هذا جزء من تجريف الهويه هذا يعني واحد من مليون. طيب المساجد كيف وضع المساجد الخطباء المساجد تعمل انه يعني يوم الجمعه المساجد الذي كان ما تتسع للناس الناس خلاص عزفوا عن الصلاه يعني ومثل ما عزفوا في صنعاء وفي اكثر من منطقه عن اداء صلاه الجمعه بسببك يا حوثي قطعك غلقت المساجد والمدارس والجامعات والمستشفيات والطرقات صارت ايضا مناطق برمودا كلها يعني اختطافات. تصور بالله عليك انه بيجي مجموعه وبيقول لك بيعملوا اوبريت تهامي ويدي لي شباب من صنعاء ويلبسوا مكتب ها يا يا يا, يا استاذ ادم يديهم من صنعاء من صعده من عمران اهم شيء يمني يرفع شعار اليمن طيب ويحترم الثقافه الواحده المشتركه يا ريت ويحترم اما الهوية. انه شعار امامي فتبا له من اليوم حتى قيام الساعه. شكرا جزيلا لك الاستاذ ادم يحيى المحامي في امام المحكمه العليا في الحديده وباحث ايضا وكاتب نورتنا وشرفت. الله يحفظك شكرا لك. الشكر جزيلا وموصول لكم الاعزاء المشاهدين في كل مكان. اراكم الاسبوع القادم في مثل هذا الوقت بحول الله تعالى في قضايا جديده. لا تنسونا من التواصل عبر رقم الهاتف الذي يظهر اسفل الشاشه في رعايه الله وحفظه.